السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض مثال. لو انا عايز اعمل مثلا بليت هنا، اقول له مثلا عايز اعمل بليت، واقول له اعمل ست. نبدأ نشوف، هنحط البليت بتاعنا فين. فهاجي هنا، يبدأ لو انا رسمت حاجة هترسم على الجزء دوت، بدل ما كانت الاول هترسم على الدور الاول. وبعد كده هقول له البليت بتاعي مثلا هيبقى بالشكل دوت، تمام اهو. ممكن حتى نقول له align ونقول الخط دوت، خلي ده يبقى مايل معايا بالشكل دوت. طيب اقول بعد كده موافق، وبعد كده هاجي على بولت وابدا اختار الشكل الاولاني، وبعد كده ابدا اختار الشكل التاني وادوس انتر. وبعد كده هبدا احدد هرسم على انهي مسطح، وليكن مثلا مسطح اهوت. اقول له مثلا ارسم لي المسامير بتاعتي تبقى بالشكل دوت، واقدر اغير المسافات وعددهم زي ما انا عايز. يعني ممكن اقول له مثلا دول ثلاثة ودول ثلاثة، والمسافات السايد رقم 1 يبقى مثلا عددهم قد كده، بدل 560 مثلا خليهم 550 مثلا، أو يبدأ يقربوا من بعض. وكذلك برضو الجزء دوت نفس الفكرة. أجي هنا في ستيل وأقول له بولت، وأبدأ أحط الجزء دوت مع الجزء دوت. بكنترول ببدأ أحدد الاتنين مع بعض، وبعد كده بحدد بقى الجزء اللي أنا هرسم فيه مثلا. تمام، تبدأ بقى تشوف مثلا الخط دوت ممكن تحركه وتخليه مثلا هنا لو حابب. تمام اوكي، يبدا برضه يعمل هم بالشكل دوت. وتقدر تغير المسافات اللي بينهم بحيث ان تعمل حاجه مظبوطه. تمام، 150 وهكذا لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها.